زيارة رجل الأمن اللي كان هذاك حنا كنذكروا بعدا كان السيد الوالي اللي قدم الشكر للجميع ديال الأعضاء ديال الرابطة اللي حضروا وما بخلوش ديالهم، لأن حيت حنا لقينا هاد الناس لا السي زهير ولا السي حجي ولا الأخت ديالنا اللي كتنص موسيقى ولا السي عز الدين لقيناهم قبل من حنا درنا السيستا لقيناهم قبل هاد الناس. كما كنشكركم أنتم لأن حيت كتواكبوا واحد النشاط اللي هو فني ورياضي ما شاء الله عليكم، وهذا الرجل ديال الأمن اللي وقع ضحية ديال ضحية المرور لهاد الناس اللي كيضحيوا من أجل ديال السلامة ديالنا حنا، لأن حيت ما تنساش رجل الأمن كيكون في الرون بوان كيكون ديال الكاسكيطة أكثر 70% كتلقى فيهم التوني. حنا غنهضروا في هذاك الصباط ديالو معزوم كتلقاه داك الدخان وداك البوليسيون جامع كيجمعوا النهار كامل وكيدخلوا عند ولادو. كيفاش غيدخل عند ولادو هذا السيد هذا إلا ما أجرناهمش وما كناش في الجنب ديالهم في هذه اللحظة هذه؟ كنوجه لهذا كنوجه له الشفاء لا هو ولا جميع مرضى المسلمين أجمعين، وكنتمنى إن شاء الله باش الحوادث في المغرب تقل. واخا حنا دايرين واحد دوكا إن شاء الله راه غنتفقوا أنا وإخوان دايرين شراكة مع نارسة مع سيبو العجون هذا المبر، لان حيت كنا غنديروا واحد السلامه الطرقيه هنا، ولكن نظرا لان حيت الوقت مضيق ما قدرناش نوجدوا. وجدوا لنا دي فلاير، وجدوا لنا التوعيه، كانوا غيرسلوا معنا مديرين اللي غادي يجيو يديروا واحد السلامه التوعيه هنا ديال السلامه الطرقيه على حساب لي كاسك وعلى حساب ديال لا ديسيبلين وكيفاش بنادم خصو يتعامل مع الدراجه الناريه. جينا الزياره ديال الشرطي اللي طاطي الحادثه ونتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. السلام عليكم، تحية طيبة من قلب بن رشد اللي جينا نواسيو هذا السيد هذا الشرطي اللي أخ ديالنا واحد منا، وكنتمناو ليه الشفاء العاجل. وهذا الشيء مؤسف جدا، ولكن إن شاء الله احنا تضامنا معاه، احنا يد في يد كمغاربة وشعارنا الواحد الله الوطن الملك. نتأسفوا على الحديث اللي وقع لهذا الشرطي، تنتمناو له الشفاء العاجل إن شاء الله والإخوان ديالو ووليداته وعائلته ان شاء الله. السلام عليكم، باسم اعضاء الرابطه الوطنيه بالدرجه المحترفين، جينا باش نواسيو هذا السيد في هذا الحادث اللي وقع عليه ونتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. شي كلمه. السلام عليكم، اليوم تنتواجدوا مع جميع الاعضاء ديال الرابطه الوطنيه للدراجات المحترفين في رئاسه السي العيساوي بالضبط في المستشفى ديال بن رشد قسم 11. هذا التواجد ديالنا هو بسبب زيارة رجل الأمن اللي تعرض لحادثة سير من طرف أشخاص متغيرين، واليوم بدورنا جينا نزورو هذا رجل الأمن، ويعني احنا معهم يد في اليد. تبارك الله عليك. السلام عليكم، اليوم كنتواجدوا بمستشفى بن رشد، هنا نادي الرابطة الوطنية للدراجين المحترفين باش نأثروا السيد الشرطي اللي كان ضحية حادثة سير أشخاص مشغولين. تبارك الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا جينا اليوم الرابطة الوطنية للدراجين المحترفين برئاسة السي احمد العيساوي باش نقوموا بالزيارة لهذا رجل الأمن اللي كيسهروا على الراحة ديالنا، واللي يعني كيضربوا معنا تمارة وكيعاونونا في جميع المجالات. وحنا بكامل الأسف يعني والحسرة كنندوا بهذه المسائل الإجرامية، وكنطلبوا ليه الشفاء ان شاء الله بخير وعلى خير. الله يقعدوا سلام. رحيم عبد الصمد، كعادة الرابطة الوطنية للدراجين المحترفين، فحنا اليوم في دعم متواصل لجميع رجال الشرطة، وكنتمنى الشفاء العاجل للشرطي المصاب والله يشفيه ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله الحمد لله احنا الرابطة ديال الدراجين
الرابطه المغربيه الوطنيه للدراجين المحترفين، تابعنا الحاله ديال الشرطي اللي تعرض لحادث.